السلام عليكم مرحبا بالجميع مرحبا بالاخوان كاملين مرحبا متتبعين قناه خالد هاريم اخوان الكرام كنشوفوا في جل مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد العالميه والوطنيه والدوليه كنشوفوا هذا المشكل اللي وقع موضوع ديال المالي او لا اسكوبار الصحراء هذا المشكل غادي كيجر في بعض السياسيين وبعض رجال الاعمال وبعض موظفين واللائحة طويلة كما جاءت جاء في بعض الجرائد اليوم بأن جريدة جونافريك أو باري ماتش جاءت في جريدة الكود الالكترونيه بان بعض موظفين من فصائل كثيره ديال ديال, ديال 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 الحكومه حتى هي تورطات في هذا الموضوع هذا فاش كنجيو كنشوفوا المشكل منين جا هاد الناس هادو كلهم عندهم الصالير ديالهم عندهم الاجره ديالهم الشهريه عندهم لي بريم ديالهم ولكن كل شيء كيطمع كي والطمع حاجه انسانيه ما عندنا ما نديرو ليها داكشي طبيعة في الانسان هاد الناس هادو اللي طاحو وكاينين مازال ناس اخرين اللي ما طايحينش وكاينين الناس اللي ما في هاد الشيء ولكن حتى هما عندهم مشاكل ديالهم فاش كنجيو كندورو هادشي كامل شنو كنشوفو كنشوفو بان كلشي كيقلب على لا كوميسيون كلشي كيقلب على السمساره ديالو هاد الاخوان كاملين تا هما اللي مشدودين تا هما هادي كلها سمساره هادي سمساره طبقا للقانون 1595 فهي تجاره والتجاره ايليسيت كتعطينا تهريب و قال الاسامي ديال, ديال الاجرام كتكون فيها وهاد السمساره هادي كنشوفوها على ليشيل كبير هو اللي كيدير دابا في الجرائد وكنشوفوه في ليشيل صغير اللي دابا كاين تسمصار في الزناقي في القهاوي في الابناك في الادارات في كل شيء كيسمصار غير هذا ايشيل كبير وتيبين الاجرام ديالو كبير والاخر اشيل صغير كيبين الاجرام ديالو صغير وتما فيها انتحال صفه فيها بزاف ديال الحوايج و كنجو كنشوفو كل دارو دارو هو التقنين ديال المهن تقنين المهن فهو من الضروريات اللي خصو يكون ويخرج لارض الواقع لان كل واحد الا تقنات المهنه ديالو كيعرف شنو هو الاطار القانوني اللي خصو يجري عليه ما يلعب في الساحه ديال واحد اخر طبقا للخطاب الملكي اللي دار في 2016 اظن او لا 2019 عطا الاوامر ديالو صاحب الجلاله نصر الله عطى الاوامر ديالو ديال تقنين جميع المهن على الصعيد الوطني واي مهنه خصها تقنن وكل حاجه تخرج لها لكن اصعب مهنه واللي خصها اون اورجونس ولات من الضروريات خاصها تقنن ويخرج قانون ديالها هو قانون ديال الوكيل العقاري اي ديال السمساره هذا ولا من الضروريات خصو يخرج الارض واقع علاش السلام عليكم تتم الموضوع هناك الخطاب الملكي كما قلنا ديال تقنين جميع المهن ومن ضمن هذه المهن هي مهنه السمساره هي قانون ديال الوكيل العقاري، حنا في المغرب الدولة الوحيدة اللي ما, خ... ما, خ... ما عندهاش قانون سبيسيال ديال الوكيل العقاري في تقريبا مية وتسعين دولة في العالم، المغرب من ضمن الدول اللي ما عندوش قانون الوكيل العقاري، الأقلية ديال الدول اللي ما عندهاش قانون الوكيل العقاري، شكون اللي حابس هذا القانون ديال الوكيل العقاري؟ لأن هذا قانون ديال السمساره إلا دار قانون ديال الوكيل العقاري. خرج واحد المشروع حطوه الصمصري الوكلاء العقاريين حطوه في الامانه العامة للحكومة وتجري من 2014 الى يومنا هذا ومازال ما خرج وهذاك الاطار القانوني هزاتو الزيته... أه... تونس السنغال أه... وخدمات به هزاتو موريتانيا وخدمات به هذاك الاطار المغرب مازال ما دارش قانون ديالو خرج قرار وزاري تحت رقم 133 23 اللي كنشكر الوزاره بعد اللي كانت عندها الجراه باش تخرجوا داخل فيه واحد القرار ديال 43 05 اللي هو قرار طبقا للقانون الجنائي 18 12 فهاد القانون الجنائي هو دابا اللي 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 به هاد الناس هادو اللي دابا طايحين في هاد المشاكل هذا القرار هو اللي كيتابع هاد الناس هادو لان من اين لك هذا وشنو هو المصدر ديال الفلوس ديالك واي واحد شد طبقا لهاد القرار هذا اول حاجه كيديروا ليه هو كيبلوكيو ليه لي باسبور ديالو لي كونت ديالو كاع المصادر الماليه اللي عنده كيتبلوكا حتى يتساليو التحريات وتعطى نتائج لي يا البراءه ديالو يا الادانه ديالو وهذا الشيء كذلك اللي خصو يكون في هذا المشاكل اللي كثر دابا على الصعيد الوطني ديال هاد الناس اللي كيتشدوا اول حاجه خصها تكون اللي غادي تحبس غادي تحبس اللي ما يتحبسش كيتحبس على ما يخرجش على تيريطوار ناسيونال باش ما يكونش تهرب وكذلك خاصهم يوقفوا لهم كاع المصادر الماليه ديالهم حتى يسالي اصدار قرار يا ديال البراءه يا ديال الادانه وحنا بصفتنا وكلاء عقاريين اللي تابعين لهذا القانون هذا كان دائما باش يخرج هذا القانون هذا ديال الوكيل العقاري لان هذا القانون ديال الوكيل العقاري غادي يعطي واحد قوة اقتصادية ومالية للمغرب لان الوكلاء العقاريين الدور ديالهم حقيقه الاولي هو البيع والشراء يقلب لك على دار يقلب لك على فيلا بغيتي تبيع شي حاجه كتمشي عنده كتقيدات يعطيها لك بالوثائق الا ما كانتش بالوثائق ما كيتسماش وكيل عقاري كيتسمى سمسار عشوائي والكليان اللي ما يعطي الوثائق الوكيل العقاري في لاجونس ديالو كيتسمى كيتهرب حتى هو على تصريح ديال ممتلكات لان خاصو الا بغى يبيع شي حاجه خاصو يعطيها للوكيل العقاري باش يتكلف ليه بالبيع ديالها و الوثائق و كيعطيهم الموثقين اللي كيديروا تاهما الخدمه ديالهم و تدوز العمليه هنايا فاش كنجيو كنشوفوا هاد المشاكل اللي كتوقع كم دون طرحوا اسئله علاش هاد السياسيين ما يخرجو يخرجوا هاد القانون ديال الوكيل العقاري واش عندهم اهداف من مورا هادشي واش عندهم مصالح من وراء هادشي واش الى خرج هاد القانون الوكيل العقاري واش غادي يحبس ليهم الامور ديالهم كيطرحوا اسئله كثيره وكنقلبوا دائما على الاجوبه ديالها لان انسان الى إن خرج هاد القرار الوزاري وخرجات هاد القانون هذا راه هو في صالح الوطن وفي صالح الاستثمار وفي صالح المواطن لان اول حاجه الوكيل العقاري حتى هو سي بورتور دافير ممكن ارض كيما بغات تكون مديور للبيع يقدر يجيب بلا مستثمر هو على برا لان عنده لي كونتاكت ديالو انترناسيونال وعندو المعارف ديالو وعندو الناس ديالو ولكن خاصو اطار قانوني فاش يخدم باش الا كان كيهضر أدر كيهضر بالصفه وكيهضر بالوكاله كذلك كتعطيه ارض باش تبيعها او لا فيلا او لا دار باش يبيعها خاص واحد الصفه شنو هي الصفه اللي كديرو كيديرها ليه داك داك مون مون الدار كيعطيه واحد التوكيل يعطيه الصفه باش يبيع ويقلب ليه على كليان اللي يشري زبون اللي يشري داك داك الدار كذلك اللي كيشري تا هو كيعطيك واحد الصفه بانك كتمثلو كتقلب ليه على واحد المنتوج باش تشري ليه اولا باش يستثمر فيه هنايا كتولي التقنين ديال المهنه كتولي التقنين ديال المصادر الماليه ديال الناس وكذلك الوثائق لان غادي تكون واحد هذا الوكيل العقاري كيولي عنده الحق يمشي للادارات ويمشي يقلب على الجدر ديال هاد الوراق هادو واصحاح ولا ماشي صحاح لان اكتشفنا بزاف ديال الحوايج حنا في المهنه ديالنا اللي كنتعاملوا لقينا بان الاكثريه ديال الاملاك يا فيهم الخواد يا فيهم مزوير يا فيهم أه باقي ما محفظينش يا يا اراضي ديال الدوله يا اراضي ديال الجيش ولكن باش توصل لهاد المصادر وتعرفهم، تعرفهم وانت ما عندكش الصفه كيفاش ممكن تخدم في هذا الموضوع هذا داكشي علاش كنشوفو دائما في الجرائد كيهضروا تا 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 كيقول لك سماصيرة كيديروا كيفعلوا هو راه ماشي صماصيره لان السمسار عنده البيرو ديالو وعنده الوثائق ديالو الرسميه ومعروف اما من غير اللي ما عندوش هذه الكاركتيرستيك راه ماشي سمسار تقول السمسار عرف سمسار عرفي طيب قل للشريعة الاسلاميه وهذا لا دابا الدنيا التطورات كاين القانون الوضعي وهذا القانون الوضعي هو اللي كنطلبوا من الحكومه تنوض تخرج قانون ديالنا لانها راه سكن في ال... في الوزاره وقيل قدام راه في هذه الوزاره هذه اللي كاينه دابا اللي كترأسها حزب البام على راسها الاخت فاطمه الزهراء المنصوري اللي كنشكروه من هذا المنبر هذا اللي كانت عندها الشجاعه باش تهضر على الوكيل العقاري في البرلمان لاول خطره وكانت عندها الشجاعه باش تخرج القرار الوزاري 133 23 ولهذا بصفتها مناضله وبغات الخير للبلاد كنطلبوها من هذا المنبر هذا تكمل الاجراءات ديالها وتخرج لنا هذا القانون ديال الوكيل العقاري باش يخرج الارض الوجود عاجلا قريبا لان هذا هو الابان ديالو هذا هي الوقيته ديالو في هذا في هذا الحراك اللي كاين دابا في المغرب ديال هذا الفساد اللي كينوض الجدر ديالو كامل كتلقاه في العقار او لا في المنقولات او لا في شي حاجه لهذا خاصنا كنطلبوا هذا القانون يخرج باش على الاقل يحبس واحد 60 حتى في ديال ديال المشاكل اللي كاينه في المغرب تحبس ويكون واحد المنظور اللي يعيش بنادم ويعرفوا شنو كاين واش ما له ما عليه لهذا كنطالبوا بالاخوان ديالنا يوحدوا الصفوف ديالهم لان حنا الوزاره الوصيه ديال الوكيل العقاري هي وزاره الاسكان وكنطالبوها توحد الصفوف ديالها لان هي لا لوكوموتيف ديال المهنه ديال الوكيل العقاري وديال القطاع وحنا من موراها وحنا مجندين باش نمشيو معاها في القافله هذه لكن بعد اخراج هذا القانون ديال العقاري باش تكون عندنا الصفه القانونيه ديال ممارسه مهنه الوكيل العقاري امام القضاء اما اداريا عندنا قرار وزاري لكن قضائيا او لا في لي في زورغانيزم في محافظات حدا 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 الادارات ما عندنا الصفه ديال الوكيل العقاري ومازال ما معترفينش بها لان ما كاينش قانون قانون اللي يخليهم يعترفوا بالوكيل العقاري لهذا كنطالبوا بهاد الاداره اللي كتحمل المسؤوليه ديال لا ديال هذا الملف هذا تخرج لنا القانون ديالنا هو في مصلحة الوطن ومصلحة المواطن ومصلحة ومصلحة المهنة بصفة عامة كنتمنى من عند الإخوان يستوعبوا هذا الفيديو وحنا بصفتنا وكلاء عقاريين حنا جنود مجندة وراء صاحب الجلالة لأن تجروحنا في الاقتصاد وكنقلبو على مستثمرين والدور ديالنا هو هذا وكنطلبو من المسؤولين يشوفوا في هذه المهنة بعين الرحمة باش يخرج هذا القرار هذا وهذا القانون هذا شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته